شطر نبداو سي بو بعد السوسيس تفضل حمزه فرحان انا اليوم اول مره نطلع سيرسيان اول مره قدام جمهور ليه مش اول مره لدوزيام فوا دوزيام فوا الناس ما تفهمش فرنسي ثاني مره اول مره فعلت صبر دخان من حومتي حومه كل في بالهم انا اكثر واحد متربي ما نشربش زوز جلاسياريات قالوا لي اش غني حمزه ما حافظ حتى غني حافظ كان يا ليلي متاع بعد يا ليلي يا ليلى واش باش نشكيلك يا ما وقالولي ليلى صغير وفي قلبي غمه خويا غمه جاتني سيف الباك بابا عرف الحومه في اصدقاء لازمنا ننقلوا من الدار لمنك باش نكلمنا مولدي مزفت هذا عنده مزرق مكتوب عليه من تالي ديريكت سليمان كاف فهمش عليه ديريكت سليمان كاف نقلنا خويا نورمال وقت تمشي الدار الجديده يعرضك الملك انا الوحده عرضتني خالتك ناجي لحظه حمزه ارتيكول تزرب الكلام بيل تعرفيه فسر لنا اش قال الكمون شو مكتوب فيه؟ ديريكت سليمان كي نيرك بوفكات الكل يعرفوا اوكي تفضل فسروا شنو؟ اي اي لا لا مبريك سي بون تو فهمت والله نسيت باهي لا ارتاح صاحبي اما جاوب بالحق باهي هبطنا خويا دار جديدة نورمال مو يعرضك الملاك عرضتني خالتك ناجي هذيا مرأة في كل حومة تلقاها رجلها ميت وولدها عايق فما في الفوق نيلسات عربسات لوطا فما ناجي يسات عرضتني اسمك اسم امك ناحي السيجار من فمك اسم بوك علاش جابوك جاوبت على سالك قلت لعنة خويا عدينا سيف جاونا فس اول نهار في البارك قالوا لي كار تجي سبعة غير بوع قفت سبعة غير بوع غير درجين غير درج بالضبط جات الكار نورمال مو الكار تجي زينة وعزيزة دارت عزيزة بركة جينا وين قعدت في الهنشير كار خويا مكتوب عليها مخاصرة الكلام طلعت اول وحنا قجرنا كمل على فحم كمل اش تعمل لنا اللي تلميذ يا عم كمل عمرك 59 اكبر من السنتي ب 10 سنين تلميذ فاش تقرا عم كمل نحو الأمية نحو الأمية مش نحو الأمية ماشي نحو الأمية عم كمل كملت خويا طلع سامحني خلينا نتعدى خاطر عندنا كذبه خويا الوسط فارغ في تونس الوسط ديما فارغ سامحني متحرش ما يطلعش معانا سامحني وصلت خويا وسط الكار هزيت راسي ريحه الزبوط هبلت ريحه السخين ما عادش نجم خويا نلقى ورا عم كمل بلاصه فارغه مشيت وراه شم في ريح نحيت الكيت باش نزيد نشم ريحه بالقليل باش نثبت في الريح نحيت الكيت خويا شخت بالريح اول ساعه دخلتها ساعه ونقليل قعدت في الطاوله الاولى من كثر ما نمرق كثر بالريح جات تعمل لابيل قالت لي بليز جيف مي يور بين في بالي تكيف بيهم قلت لها مدام عندي كان ليجير كملت خويا قالت لي اه تروح روحت نلقى جارتنا خالتك ناجي اش عامل ولد؟ والله الا قراية سافا طردوني ما اول نهار وترونسبورتي ترونسبور عندي ولدي لمحات حتى هذايا ولدها نقل الجماعي ركب 28 فما آلة عبر الزمن ولدها ناخذ 8 درج نوصل 8 غير درج للفار الليسي كملت العام نجحت في الباك